في الساعات الأولى من صباحة هذا اليوم نفذت مصالح بلدية سوق الاثنين في ولاية بيجاية حملة هدم طالت عدد من المحلات والبنايات الخشبية المشيدة بطريقة فوضوية على طول شواطئ هذه البلدية وحتى داخل بعض المخيمات الصيفية. والعملية جرت وسط إحاطة أمنية تجنبا لأية انزلاقات. كردو في الدبغة كي نقلع ميدو سيغيدين رون بوي لونتوراج انا نخدم معاك وفي غد بلي لا اللي براك بلي حتى وقلعن قلوطة خير الله اللي براك وليت وقلع ولا ايوا شو اني ماذا كان القضاء على ظاهرة انتشار البنايات غير المقننة على ضفاف سواحل هذه البلدية متواصلة لاسترجاع الأماكن المستغلة لأنشطة تجارية غير مرخص لها. سي دي كونستريكسيون اللي قيم نقلك اللي كون فاكونس مخري دونك نستغلي لا موين دو 45 سي دي ليو كي سون اتيليزي بور لا ديبوش ليو دو دروغ ليو دو بروستيتيسيون دونك نكنيو تبربي ان شاء الله ذي نحارب الشتاء اي ثلاثة غي ثنيو في الحاجة بلي لوبيراسيون تحط حبس ذا بربي ان شاء الله مازال دوطر زوبيراسيون سيزات ويني وين الحاجة ماتشي ذا جلاس نكنيو تنسو سمولة فلس. تطبيق قرار هدم جميع البناية المنتشرة بسواحل هذه البلدية جاء تنفيذا لقرار الدولة في مجانية استغلال الشواطئ والفضاءات السياحية.